السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإرثية، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم العناوين. السيطرة على أسرار الجراد في مدينة سرعان. توسع أنشطة تطعيم الأطفال في ناحية عشرة. الإريتريين في مانهايم الألمانية يتبرعون لمكافحة كورونا. عشرات القتلى بعد انهيار منجم ذهب في شرق الكونغو. افتتاح محادثات السلام الأفغانية بدعوات لوقف إطلاق النار. والرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال جاسوس أمريكي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم السيطرة على غزو أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في ناحية طهرة بمدينة سلعة إقليم القشبركة بتضافر الجهود. ووفق المعلومات التي أفاد بها مراسل إرينا بانتشار أسراب الجراد المرتحلة في 42 هكتار في الخامس من سبتمبر بمدينة هابر إقليم عنسبة، إلا أنه برش المبيدات الحشرية تمت السيطرة عليه دون أن يوقع أضرارا تذكر على المزارع. وقد شارك في أعمال السيطرة التي جرت خلال 6 أيام أعضاء وزارة الزراعة والسكان ووحدات قوات الدفاع. وأضافت المعلومات أنه رغم السيطرة على أسراب الجراد الصحراوي في منطقة طهرة، إلا أن الجراد الذي بلغ مرحلة الطيران واصل مسيرته إلى منطقة شيرئيت بأعداد قليلة، مما يستدعي ذلك إلى متابعة جادة وجهود حثيثة للسيطرة عليه. وقد شهدت البلاد منذ منتصف شهر أغسطس المنصرم أعمالا فعالة لإبادة الجراد أدت بدورها إلى السيطرة على تلك الآفة الصحراوية، إلا أن القلق لا زال قائما، مما دفع ذلك وزارة الزراعة لتوجيه دعوة للمزارعين من أجل القيام بالمتابعة الجادة والإبلاغ الفوري حتى يتم جمع الحصاد. أوضح مسؤول عيادة أشرف في مديرية حقات الممرض السياسي دبساي ارتفاع تغطية تطعيم الأطفال في الضاحية لأكثر من 90%، وقال أن الولادة في المؤسسات الصحية بلغت أكثر من 85%، وإصلاح البيئة في جميع قرى الضاحية التي تبعد مسافة 16 كيلومترا إلى الجنوب من حقات حاجرة المديرية. وذكر أن جهود مكافحة مرض الملاريا تحقق نتائج مرضية، ويقدمون خدمات أفضل لحل إشكالية سيارة الإسعاف والكهرباء، وأعرب السكان عن رضاهم للخدمات الصحية خاصة رعاية الأمومة والطفولة وإرشادات وتوعية الكادر الصحي. وتقدم عيادة أشهر الخدمات لقرى شيتاخ وقروت نجار وسبر بيجو وسقار ومبلاتوخ وعندلاي وإجراء من وجزاء من ضاحية عد أري ومديرية منصورة. تبرع الإريتريين المقيمون في مدينة مانهايم الألمانية مبلغ 29 ألف يورو، منها 27 ألف يورو للمقيمين في المدينة وضواحيها، و1600 يورو من مدرسة لغة الأم للإريتريين في مانهايم، و400 يورو من شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مانهايم. من جهة أخرى، قدمت مجموعة بالتوك بي اي بل اف هكداف فيجن روم المقيمين في مختلف الدول المهجرة 36,262 دولار أمريكي لدعم أنشطة إريتريا لمشاركة المعاقين في أولمبياد المعاقين بارلمبيك التي ستقام في اليابان 2021. أفادت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة سرع لأكثر من 3 أيام وألحقت أضرارا على السكان والمحاصيل، ودمرت السيول المتدفقة بقوة التي عاقبت الأمطار الغزيرة القنوات التحويل التي كانوا يستفيدون من خدماتها لعشرات السنوات، كما جرفت السيول ودمرت الأمطار الغزيرة مزارع الذرة التي كانت بلغت في مستوى جيد في 70 هكتار والطواف في 160 هكتار، إضافة إلى إلحاقها الأضرار على المساكن والماعز والأقنام حسب ما أفاد به مراسل إرينا. في غضون ذلك، أفادت المعلومات الواردة بأن الأمطار والسيول المماثلة في منطقة جهد ألحقت أضرار مماثلة على المساكن والمزارع والماشية. مشاهدينا فاصل، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية انهيار منجم للذهب يعمل فيه حفارون بأيديهم، معبرة عن خشيتها من أن تكون حصيرة القتلى نحو 50 شخصا. وعبر حاكم إقليم شمال كيفو تيو نيغ وبيدي كاسي عن أسفه لمقتل 50 شخصا المفجع، موضحا أن معظم هؤلاء هم من الشباب. وأضاف أن الأمطار أدت إلى فيضان نهر قريب من منجم الذهب، موضحا أن المياه تسربت إلى 3 أنفاق، وعندما أراد الناس الخروج تعذر ذلك لأن المياه كانت تدفق بغزارة وبضغط كبير. وأعلن رئيس البلدية توقف الحركة في المنطقة. تجمع ممثلون للحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات سلام تاريخية تهدف لإنهاء صراع أودى بحياة عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين على مدى 20 عاما. وقبل أن يجلس الطرفان المتناحران إلى طاولة المفاوضات وجها لوجه في الأيام المقبلة، حثت عدة الدول وجماعات على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإبرام اتفاق يدعم حقوق المرأة. وعبرت حكومة الرئيس دونالد ترامب عن عزمها استخدام المساعدات كوسيلة للضغط من أجل إبرام اتفاق. ويحرص ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة على أن يكون الرئيس الذي أنهى أطول صراع تخوضه الولايات المتحدة. وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الطرفين المتناحرين على انتهاز الفرصة لإبرام اتفاق سلام شامل، لكنه أقر بوجود العديد من التحديات التي تعترض سبيل التوصل لاتفاق. وقال عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان أنه حتى إذا لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على جميع النقاط فعليهم تعظيم تنازلاته. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال جاسوس أمريكي قرب مصفاتين للنفط في فنزويلا بعد إحباط السلطات الفنزويلية مؤامرة لإحداث انفجار في مجمع نفطي آخر. وجاءت عملية الاعتقال هذه بعد أن اكتشفت السلطات الفنزويلية وأحبطت خطة لتفجير مصفات الباريتوم الأقرب إلى كاراكاس الواقعة بوسط ولاية كارابوبو بحسب الرئيس الفنزويلي. وقبل ساعات من الإعلان عن هذا الاعتقال، قالت الحكومة الفنزويلية أنها وضعت خطة طوارئ تهدف إلى تنظيم توزيع المحروقات في مواجهة النقص الخطير في البنزين في البلاد، والذي يؤدي إلى طوابير أمام محطات الوقود. وكانت محكمة فنزويلا حكمت الشهر الفائت بالسجن 20 عاما على جنديين أمريكيين سابقين موقوفين في فنزويلا لمحاولتهما القيام بتوغل المسلح عبر البحر في مايو بهدف إطاحة مادورو. الخبر الأخير في هذه النشرة، يمكن لعشاق الترحال بالطائرات تناول وجباتهم في مطعم خاص بتايلاندا، فقد تم تصميمه ليكون مطابقا للقسم الداخلي من الطائرات السياحية. المطعم هو لفتة ظريفة من قبل الخطوط الجوية التايلاندية لعملائها الذين لا يستطيعون الطيران جراء توقف رحلاتهم أو تأجيلها بسبب إجراءات الحظر التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي قلصت بشكل كبير الرحلات الجوية التجارية من تايلاندا وإليها. وتم افتتاح المطعم في مقر الشركة الرئيسي في بانكوك في 10 سبتمبر، ويقدم يوميا نحو 2000 وجبة طعام. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.